وادي العرب 2 مشروع استثماري في البنية التحتية لإمداد الأردن بمياه الشرب عالية الجودة لتصل إلى 1,100,000 شخص يعيشون في محافظات الشمال. قناة الملك عبد الله مصدر هذه المياه، حيث تقوم البنية التحتية المائية لمشروع وادي العرب 2 بسحبها عبر محطة ضخ إلى محطة المعالجة، والتي صممت وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية لتصل السعة الإجمالية في اليوم الواحد إلى 83,000 متر مكعب من المياه. خلال عملية المعالجة والتعقيم تقوم المعامل بإجراء الاختبارات اللازمة لضمان جودة عالية للمياه. يعالج المشروع قضية تدهور الموارد المائية في المنطقة، ويمثل مثالاً جيداً للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وممولين آخرين مثل الوكالة الفرنسية للتنمية والشركاء الأردنيين. يساهم هذا المشروع في التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في البلاد ورسم مستقبل أفضل للأشخاص الذين يعيشون في المملكة الأردنية الهاشمية.